وفي القسم قسم فيه تداعيات مستقبليه. ما تلعبوش اشخاص. نقطه نظام عائلتي اسلامي. أولا كنشكركم على المكاسفين والجهود اللي راكم ديروها في هذا اللقاء التنظيمي المحض داخل المقر المركزي للمؤتمر الديمقراطي للشغل بمدينة الرباط. أولا مصطفى شاعون الكاتب العام الوطني المركزي للمؤتمر الديمقراطي للنقل واللوجيستيك، العضو بالمؤتمر الديمقراطي للشغل وعضو المكتب التنفيذي للمؤتمر الديمقراطي للشغل. أيوة، ماذا يحدث هو بالنسبه لنا هي ظاهره صحيه، لان فاش كتكون واحد المنظمه او مكتب نقابي تابع للمنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك والمكتب النقابي للمنظمه الديمقراطيه للمهن والسياحه سياره الاجره اللي ينظم عمل سياره الاجره داخل النقل واللوجيستيك، يعني هذا التدافع حول ربط المسؤوليه بالمحاسبه دفع مجموعه من اعضاء المكتب الوطني لتقديم استقالتهم، ودفع مجموعه من المكاتب النقابيه الوطنيه لرفع ملتمس الى الكتابه المركزيه في شخص عبد الربي كمسؤول اول عن النقل واللوجيستيك من اجل حل هذا المكتب، لان هذا المكتب تقريبا منذ تاسيسه على هامش يعني المؤتمر الوطني الاستثنائي للمنظمه الديمقراطيه للمهني النقل وتاسيس المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك وبوزنيقة، تاسس على هامش وهو يخضع لنظام اساسي تابع للنقل واللوجيستيك ينظم العمل ديالو الاجهزه ديالو. شافوا بان هذا المكتب الوطني سيعمق مشاكل القطاع سياره الاجره، لم يخدم مصالح يعني السائقين المهنيين والمستغلين كذلك، بل يعني بقات هناك صراعات منذ التاسيس الى يومنا هذا. وحنا اليوم نلبي طلب وملتمس للمكاتب النقابيه لان اجهزه تقريريه محليه واقليميه وجهويه بحل هذه المكتب، ويعني ترك المكتب الوطني المركزي كجهاز يعني الوحيد اللي يمكن ليه ينظم قطاعات النقل واللوجيستيك داخل المنظمه الديمقراطيه للشغل. واحد النقطه بلغ الى علمنا، يعني تعليقات يمين شمال بطبيعه الحال انا اتكلم ما هو مؤسساتي، اما ما يروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي فلا اساس له من الصحه، لان كما كتعرفوا اليوم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل الشارعي هناك اشاعه، هناك معلومات اللي هي مغلوطه، ولكن اليوم احنا نعبر على موقفنا داخل المقر المركزي للمنظمه الديمقراطيه للشغل بالرباط وبحضور وسائل الاعلام وبالقوانين والضوابط التنظيميه التي تخضع لها المنظمه الديمقراطيه للنقل واللوجيستيك اللي هي يعني عندها تزكيه من المكتب التنفيذي، ومؤتمرها الوحيد هو المعترف به والمرخص له من طرف المكتب التنفيذي للمنظمه الديمقراطيه للشغل. شكرا جزيلا. السلام عليكم، وتنتفضل بالشكر الجزيل على التواجد ديالكم معنا على التغطيه هذه. معكم السوري عبد الله، عضو المكتب الوطني للمنظمه الديمقراطيه للمهن وسائق السيارات الاجره. طيب في اي اطار هذا اللقاء؟ جاء هو خلاص بطلب منا احنا كاعضاء المكتب الوطني لقطاع سيارات الأجرة، بخصوص أن يعني ولات تتمارس شي ممارسات اللي هي منافية للضوابط التنظيمية وفي شي مسائل اللي يعني ولينا حنا تنشوفوها ما بقيناش راضيين بها، وطلب منا طلبنا من السيد الكاتب المركزي على أساس أننا بغينا نديرو لقاء عاجل على أساس أننا باش نعبروا عليه على هذه المعاناة وهذا الشيء والتضييق اللي تنتعرضوا له. المشاكل اللي كاين بكل صدق وبكل مسؤولية وبكل أمانة هي كلها تصب أو هي كلها من طرف سيد الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهن وسائق السيارات الأجرة، بحيث أننا حنا فاش أسسنا هذا المكتب تقريبا حوالي سنة هذه، أولا ما كاين حتى شي إضافة، ولاحظنا أن كاين عدم ديمقراطية وعدم تمثيل الضوابط التنظيمية من طرف سيد الكاتب الوطني، بحيث أن يعني المسائل اللي تيدير تتنافى مع القانون مع النظام الداخلي والقانون الاساسي ديالنا. اذا اتخاذ القرارات الانفراديه كاين تسلط بهذا اللفظ، يعني كاين تحكم، يعني بمجرد ما تيهضر واحد تيجمد له العضويه او لا تيطردو، وهذا الشيء ما مسموح شيء، لان بما ان احنا اعضاء المكتب وكاينه لجنه ديال الاخلاقيات ولجنه الحكمه والاخلاقيات، تنقول له بان احنا بالحرف على اساس ان اي واحد دار شي حاجه الا تيتعرض على هذيك اللجنه وهي اللي تتقرر وهي اللي تثبت، وهذا الشيء حنا كنا ناقشناه ملي كنا تنصوبوا القانون الاساسي، كان هو تيبغي ينفرد بواحد البوند على اساس ان الصلاحيات التامه تكون ليه، وحنا كنا رفضنا وخلاص قديناها في القانون الاساسي على اساس ان القرارات تتاخذ القرارات ما تتكونش انفرادية، تتاخذ يعني الأغلبية ديال أعضاء المكتب الوطني، ولكن هذا الشيء فاش خرجنا يعني الأرض الواقع هذا الشيء كله ما كاينش شيء. طيب بلغ إلى هنا، كانت هناك تدوينات
من اجل الدعوه الى انتخابات صادمه لاول مره فاسدين مفسدين ممكن ان تقربونا لهم بحال شي فسد زوين تدوينا على الفيسبوك لكن تدوينات على الفيسبوك تعليقات على الفيسبوك الدعوه لاجراء انتخابات صادمه لا هو بكل صراحه لان احنا هذا الشيء ممكن يكون عندنا ويكون عند اي واحد اي تنظيم يقدر يكون اي او اكثر من هذا يعني اي دار يقدر يوقع فيها خلل بين خوت في وسط عائله هذا ماشي مشكل ولكن المشكل الطامه الكبرى هو هذا الشيء يعني اللي تعرض له بين بالملموس ان كاينه مؤامره بحيث ان احنا عندنا مشاكل داخليه نصبنوا ونشروا لداخل ما صقلنا حتى خبر لان تيبقى التنظيم المامنين به وجايين بقناعه تيبقى فوق راسنا تيبقى خط احمر وما خصناش نخرجوه للزنقه لان سي نورمال عندنا اعداء كيما عندنا اصدقاء وعندنا ناس اللي تيحبوا التنظيم كاين ناس اللي كارينو تيحاربوا اليوم هاد الناس هادو بينوا ابانوا على الحقيقه على اساس ان يعني اولا هما ما تيترقاوش لواحد المستوى باش يتحملوا المسؤوليه الوطنيه بحيث اننا ولينا بحال المسائل ديال الدراري الصغار ولينا هادشي يعني السبان والشتم والترشق يعني بمسائل ديال التواصل الاجتماعي لا في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا اذن يعني بكل صراحه او لا ان صح التعبير شوهوا بنا واحد الشوهه او لا شوهوا بهذا المنظمه واحد الشوهه اللي ما تصورش وبان لينا حنا بان هادشي راه مقصود ومطبوخ نيه مبيته كاينه ايادي اللي خارجه المنظمه اللي دفعت الناس هادو باش يوسخوا الصمعه ديال هاد المنظمه لان هاد المنظمه كما فاز قلت من قدام الاخوان على اساس انها هي باقا حديثه العهد تقريبا 4 سنوات اللي في العمر ديالها ودارت البصمه وعطات واحد الاشاعة وحقات شي مسائل اللي ما حقوهاش تنظيمات اخرين واليوم راه تتحارب يعني سي نورمال وحنا اللي اسفنا اكثر هو اننا لقينا خوتنا اليوم يعني استعملوهم اليات ولاو تيضربوا في هذا المنطقه الحل هو حل المكتب لا اذا حنا اليوم تنهضروا عليه هذا المكتب ما بقيناش راضيين بالمكتب وبغينا نوليو النظام ديالنا القديم المكتب المركزي نشتغلوا تحت ميد الله وحده ويعني كما تنقولوا لا كنا تجمعنا وتكتلنا راه غادي نعطيو اكثر اليوم هذه يعني دارت واحد التجربه ولكن صدقات فاشله فاش دار هذا المكتب الوطني الخاص بسياره الاجره ما عطى حتى شي حاجه وبين بان التنظيم ولا تيتراجع تقريبا بواحد 70% ولا تيرجع شكرا جزيلا شكرا وتبارك الله عليكم وساعتكم بروح